السلام عليكم. اليوم غندير الفانكشنز ديال مادة اللغة الإنجليزية الثانية بكالوريا، الدرس ديال cause and effect. السبب والنتيجة. أولا إن من نتيجة ديال سبسكرايب، هبط ديال سبسكرايب وفعل زر الجرس باش يوصلك ديال الجديد وديال لايك. نبدأ بهذا المثال. Late, he didn't pass the exam. نقطة. He didn't study well. He didn't pass the exam. He didn't study well. هو منجحش في الامتحان، هو ما قراش مزيان. عندنا هنايا هاد الجملة قسم جوج ديال الأقسام، قسم ديال السبب وقسم ديال النتيجة cause و effect. أشنا هو السبب؟ السبب علاش منجحش في الامتحان هو حيتاش ما قراش مزيان. He didn't study well هو السبب، ما قراش مزيان. He didn't study well. و النتيجة effect هي He didn't pass the exam، منجحش في الامتحان، هو ما نجحش امتحان. هنا كما غتلاحظوا عندنا جوج جمل، كيفاش نربطوهم باش يولي عندنا جمله واحده؟ نبداو بالكوز السبب، نخليو نفس المثال السابق. هي didn't pass the exam. هي didn't study well هو ما نجحش في امتحان، هو ما قراش مزيان. كاين بزاف ديال العبارات باش كنديروا السبب، من ضمنهم كاين because، as، since. هادو كيعنيو لان، because of، due to، ولا owing to، بسبب، thanks to، هي بفضل. نعطيكم شي امثله. المثال الاول، he didn't pass the exam because he didn't study well. ها دابا عندنا جمله واحده، حيتاش درنا because، درنا واحد الرابط ديال cause ديال السبب اللي هو because. he didn't study، he didn't pass the exam because he didn't study well. هو ما نجحش في الامتحان لأن ولا حيتاش ما قراش مزيان. الجملة الثانية ولا المثال الثاني، because of ولا due to، عقلوا مزيان، هاد because of و due to و owing to و thanks to ديما كيجيو في الأول ديال الجملة، كنبداو بهم الجملة ديما. because of ولا due to عندو نفس المعنى. procrastination تماطل ولا تأجل شي حاجة، التأجيل تبقى تأجل شي حاجة ولا التماطل هو procrastination، التماطل، بسبب التماطل. he didn't pass the exam. و because of ديما تتبع الاسم ولا gerund، gerund هو الفعل زائد ing، turn going الاسم ولا gerund. ديما because و due to و thanks to و owing to تتبعهم الاسم ولا gerund. المثال الثالث، thanks to his hard work he didn't pass the exam. thanks to his hard work he didn't pass the exam. thanks to تهي ديما تتبع الاسم، اشنو الاسم هنا؟ هو his hard work، عمل ديالو الشاق ولا العمل بجد هو hard work. he didn't pass the exam. و thanks to واحد الملاحظة، thanks to عنده واحد المعنى ايجابي كتعني بفضل، مثلا بفضل واحد الشخص درت له واحد الحاجة ايجابية، ولا بفضل واحد الحاجة درت له واحد شي حاجة ايجابية. اما because of و due to شي حاجة سلبية. دوزو دابا الافيرت ولا النتيجة، ناخذ نفس المثال السابق. he didn't pass the exam. he didn't study well هو ما نجحش في الامتحان، هو ما قراش مزيان. هنا كما قلنا اشنا هي النتيجة؟ النتيجة هي he didn't pass the exam هو النتيجة، والسبب هو he didn't study well. he didn't study well حيتاش ما نجحش في الامتحان، حيت ما قراش مزيان. كاين بزاف ديال العبارات ديال النتيجة، من ضمنهم كاين therefore، وعليه يعني تستنتج حاجة. consequently هي لذلك ولا لنتيجة لي، ونتيجة as a result وبالتالي، thus ولا hence لذلك، ولا بالتالي this is why لهذا السبب ولا لذلك، لذلك for this reason لهذا السبب. نديرو شي أمثلة. he didn't study well هذا هو السبب، ما قراش مزيان. therefore هنا بغينا نديرو النتيجة، اشنا هي النتيجة؟ هي he didn't pass the exam. كنديرو therefore ولا so ولا consequently، فاصلة ضروري فاصلة، he didn't pass the exam. مثال تاني، he didn't study well هي السبب، والنتيجة هي consequently وبالتالي، ولا نتيجة لذلك he failed the exam هو ما نجحش في الامتحان. he didn't study hard هو ما قراش مزيان، هذا هو السبب. النتيجة شنو هي؟ for this reason لهذا السبب،
he didn't pass the exam هي النتيجة. ديما تشوفوا الجملة فينا هو السبب وفينا هو النتيجة. فالسبب كنديرو يا إما because ولا because of ولا due to. because كنديروها من بعد السبجكت subject من بعد الفعل. because of و thanks to كنتبهم ديما noun الاسم ولا gerund اللي هو الفعل زائد ing. مزيد من الأمثلة عندكم more examples. مثال الأول ديال because Reem didn't go to school because he was sick. Reem didn't go to school because she was sick. Reem مشات المدرسة حنتاش بسبب كانت مريضة. Consequently, James squandered all his money in a gambling game. Consequently, he turned into a very poor man. James خسر جاء الفلوس ديالو في التقمار في القمر. لذلك ولنتيجة لذلك هو ولا فقير وحضرش الفقير. ديوتو تكمل لنا ديما كتبع الجند ولا النون. ديوتو سموكين بسبب التدخين people get sick الناس كمرضوا. he divorced his wife هو طلق مراته due to family problems بسبب مشاكل عائلية. thanks to تهيئة كتبع الجند ولا الاسم. thanks to studying very hard Brandy scored the highest mark in the quiz بسبب انه قرا مزيان درس بجد. براندي خدا نقطة عالية في الكويز في الامتحان والاختبار. thanks to the development of language people learned how to read and write بسبب لا بفضل التطور ديال اللغة الناس تعلموا كيفاش يقراو ويكتبوا. As a result, he was driving while he is drunk. As a result, he had a terrible accident. هو كان يشرب من كان يسوق. As a result, نتيجة اللي دارت نتيجة هي he had a terrible accident. دار سيدا دار حادثة. Therefore, he hadn't slept well. هو منعش مزيان. Therefore, نتيجة اللي دارت ولا لذلك وبالتالي he felt tired. النتيجة هي he felt tired هو شعر بالعياء. thus they like fish thus they always buy it. they like fish thus they always buy it هما عزيز عليهم الفيش السمك الحوت. thus نتيجة لذلك ولا لذلك ولا بالتالي هما ديما كيشريوه. hence she broke her leg هي هرست الساق ديالها. hence نتيجة لذلك وبالتالي she couldn't participate in the game. she couldn't participate in the game ما قدرتش لم تستطيع أن تشارك في اللعبة. هذه النهاية الفيديو. إذا عجبك الدرس ما تنساش دينا لايك. إذا ما كنتش دير سبسكرايب دير سبسكرايب. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم.